محمود عبد العزيز ولا يحيى الفخراني؟ لا 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 انا اسيبي بالسنايبر. بص غلس، انا عارف، انا عارف انك بتحب اللي. يا اخي هو انت بالله عليك يعني هتقلل من حد فيهم لو قلت التاني بحبك؟ لا بس لا هتهرج الاثنين اهرامات. انت لو قلت انا بفضل الهرم باشا، يعني لو واحد بيحب ابو تريكه وواحد بيحب الخطيب وواحد بيحب صالح سليم، هل ده يقلل من حد فيهم؟ لا خلاص. قول لي بقى انت الكتف الزياده عند مين؟ مين اللي بيوجع لك بطنك من ده؟ دي حاجات من دي حاجات والله. طب مين لمسك اكتر؟ اه مين اللي لمسك اكتر؟ مين فيهم عياطه؟ محمود ولا يحيى؟ ولا يحيى؟ مين اللي عيطني؟ محمود. في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ يعني في ايه؟ وانت بتفرج عليه في ايه؟ يعني في دور ايه؟ لا محمود عمل ادوار ابن البلد والحاجات دي. لا انا اقصد في دور من الادوار لمسك لدرجه دموعك نزلت معاه. ساي رفض الهجان يعني. لا انت عيطت في رفض الهجان؟ ايوه هو مسلسل طاهر. طاهر عيطت في رفض الهجان؟ حدش عيط في رفض الهجان. لا مين قال لك؟ لسه ما اتولدتش يا حبيبي. ما ينفعش، ما انا شفت 12 مره ما عيطتش في كل الاعمار. لو اتولدت معايا ساعتها هاني كنت هتعيط؟ انا ما اعرفش ساعتها لما المسلسل ده زعقني. محدش بيعيط في رفض الهجان. يا مين قال لك ايه؟ كانوا بيتفرجوا عليه كلهم بس محدش كان بيعيط. لا لا طب فين؟ في انهي حته؟ انت بتقول اي كلام على فكره وبتعدي الحلقه وخلاص، ولذلك بقى انا هضايقك دلوقتي. ليه؟ انا هشد عليك. انت خلي بالك انت انا انا مش كده ولا حاجه. لا انت اللي بتتلاوع وبتقول اي كلام. قال بيقول بقول له مين اللي لمسك عياطك؟ فيقول لي محمود عبد العزيز. فاقول له طب في دور ايه؟ قال لي في مجمل اعماله. يعني انت بتجمع اعماله كده وتقعد تعيط عليها كلها؟ لا انا قصدي فانا قلت لك عيطت في ايه بالظبط؟ قلت لي رأفت الهجان. لا من الحاجات يعني المزيكا عيطتك ولا ايه اللي عيط ولا رشيد اللي هو سابها ولا انت مسلسل. ايه عيطك لما بيقابل شريفة؟ لما بيقابل شريفة اخسر. انت نصاب بس يالا يا ابن العسل. قال لك لما بيقابل شريفة. ماشي انت يعني انت بتحب محمود عبد العزيز اكتر عشان هو عيطك لما كان عامل رفض الهجان لما قابل شريفة. اقسم بالله الفن اتفشخ عشان انا بقول لك الفن اتفشخ. كان في سؤال حلو جه في بالي يا اخي نسيتهولي بعينيك الحلوه دي بتوه ما بقعد اتفرج عليك انا. طيب تعالى لحد ما افتكره اقول لك كلمه واحده وانت اللي جه على بالك قوله اللي حسيته فكرك بيه ايا كان. بلاش الكلام العميق ده احنا مطلينها ايه؟ كلام عميق. لا بلاش الكلام العميق. مش العميق بلاش الكلام العميق. طب معلش انا مش انا قبل كده حذرتك لانك تعدل عليا في الاعداد بتاع الحلقه. لا انا حذرتك. ما قلناش تعديل. ده تعديل. ده انت قاعد على الهواء وده وجه الجمهور بتحرجني بتقول لي بلاش الحاجات العميقه وانت مش عرفك ان هي عميقه. افتي بقى يعني ايه احنا عايزين نتكلم مع بعض شويه؟ بالعكس انا اللي بلحقك كل ما تتكلم جد. احنا بنتكلم اخوات. لا ما اقولش ده كلمني كلام اكاديمي. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده بيخليني اصر على السؤال. كلام ايه؟ اكاديمي. اكاديمي يا ديني. طيب ايوه ده كلام اكاديمي. لا خليك بالك انا هقول لك كلمه واحده وانت هتقول اللي جه على بالك. تمام. اقول اللي على بالي بكلمه واحده برضه؟ لا براحتك يعني كلمة واحدة كلمتين يعني كتير انت حر يعني. وفاء مش عارف ايه وفاء دي اتجوزت وما تخليش ايه اللي ادب عليك بقى قدام الجمهور. لا يعني مالكش دعوة يعني. انا هقول ايه انت جاوب بس. شكرا. ايه يعني ما بساعدك؟ لا تساعدني في ايه يا ابني؟ وانت شايفني متعبان محتاس مش عارف اجمع. لا يعني عشان ساعدني في ايه؟ عشان الحلقة يبقى هون يعني. ايه؟ الحلقة يبقى هون. يبقى هون؟ هون. هون ايه؟ الحلقة يبقى هون. هون يعني امشي تبقى رول تمشي امشي يا عم ابوس ايدك. المترجمين سابونا ومشوا. لا ما عملنا ايه ده. انا بقول لك شوف بص كل ده عشان نبقى مصطلحات والله اللي بقولها دي. لا انت اللي مؤخر وانت اللي هتروح متاخر بسبب اللي انت بتعمله ده. كان زماننا دلوقتي سالنا بتاع خمس اسئله وخدنا اجاباتهم ودخلنا في الفقره اللي بعدها. فقره اللي هو لسه في فقره بعدها. انت قلنا بقى بتدخلني قوم لما خلي بالك اسئلتك كلها تقيله. تقيله يعني ايه؟ تقيلة مؤلية. دي تقيلة؟ نعم اسئلة إيه مؤلية. انت طلعت اسفنجي. اسفنجي خالص. والله ايه ده. ما بخش للمواجهات. بحب نعمل عن المواجهات. عمرك بست في اللوكيشن؟ ده سؤال ده مش هرد عليه. ليه؟ ايه ده؟ بجد والله؟ والله. ليه مش كلنا هيفا وهبي صح ولا لا؟
نانسي عجرم انت عمرك ما رحت ايه مسرحها كده وعملت عبيط يا جماعه يا ابو فيه وبتاع يعني تندع عايز شاي وكده؟ لا ما حصلتش لان انا اتعودت ان انا لما اخش الاوبريشن بخش الحمام ما اخلص كلهم عشان ابقى قاعد لوحدي ساعه اتنين تلاته ما اسيبش الاوبريشن واروح الحمام. انما ما فيش مره فعلا انا هيك من السؤال الرومانسيه شديده بس عمرك ما 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 ما, ما رحت مزلفها كده في مره اتزنقت كنت ما فيش الحمام يعني ما وحد لو ممكن عملت ايه لا ما مش هفتكر يعني اللحظه دي يعني هتفتكر الشمال ولا اليمين؟ الايه؟ الشمال ولا اليمين؟ اليمين اليمين يعني حتى في انت من اهل اليمين حتى في دي بتحاول تبقى طاقي لا انت اقسم بالله انت هتتسجن بعد الحلقه دي اليمين ده ولا اليمين بس اقول لك حاجه صح خلينا اليمين مريح برضه وظابط على ايدك اليمين وعلى ايدي الشمال وظابط على ايدك الشمال قصدي زي دركسيون العربية صح كده صح كده اديك بدات تفك اهو ايوه كده الخوخ بيفكرك بمين؟ الخوخ ممكن يكون بيفقرني بخالي بيفقرك بخالك بخالي ايوه بيحبه قوي ولا عامة هو انت الخالي يحب الخوخ والبرقوق يعني ولما نروح نلاقي عنده خوخ وبرقوق السيناوي بقى المسكر ده ولا يعني ممكن احيانا ما قالش السيناوي طلع باين ما كانش لسه صح ما قالش السيناوي صحيح التفاح الاحمر التفاح عامة يعني مش حاطه كذكرى لان اول ما تيجي تروح لمريض تاخد معاه تفاح كل ما تروح لمريض تاخد معاه تفاح ايوه اوكي ياخد له موز تفاح المؤتمر فقفلت منه انت بقى سواء المستشفى تلاقي تفاح عصير تفاح كل حاجه في العلاج طب يفكرك بالمستشفيات طيب ماشي الموز ده الموز شفت بقى ان انت اللي قبيح انا بتكلم عادي اهو راح مايل قال لي مين الموز وعامل لي عينه كده والمصحف انت انا مفيش حاجه ماشي بيفكرك بمين من الفنانين؟ بمين انا مش انا الموز بيفكرني بمين؟ والله بيفكرني بكذا حد يعني مثلا الموز المستورد الطويل ده بيفكرني بليلى فوزي فاهم الموز الصغنن القصنن الحلو ده جورج سيدهم لا انا جورج سيدهم بيفكرني بيه الكوكا الايوي 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 ايوه اخويا الايوي بتحب الايوي بيفكرك بمين الايوي ما انا اصل انا عامل مشهد هنا فالمفروض ما اخش اقول لهم عشان كده انت جاي هنا بتقول لي افيهات انت مستهلكها اصلا في افلام ثانيه يخرب لا لا السياق الحديث والله لا اقصد لا انت عارف ان انا هروح بعد ما اخلص الحلقه دي انضف وداني من الشمع لان اترصت بالشمع من كتر ما انا مدقق معاك قفلت ما بقتش سامع حاجه خالص مره قعدت مع طارق ثلاث ساعات انا وهو لوحدنا في اوضه زي كده اتكلمنا مع بعض ثلاث ساعات موت بقى طبعا خلصنا قام خمس دقايق يا علي صدق دخلت للناس جوه ولا عمال اتكلم ولا هم فاهميني ولا من كتر القعده معاك دخل اتكلم مع محدش فاهمه طبعا ما انا بقول لك اتعود على اللغه بتاعتي مش عارف يروح الناحيه بس اقول لك حاجه كده كده احنا هنترجم الحلقات صم وبكم وهحط ترجمه عربي وخلاص هعمل ايه؟ ليه تحط ترجمه عربي؟ عشان برضو لو الناس راحت مننا برضو انت خد بالك ليه مين قال لك الناس احنا خدنا راحتنا احنا ما قلناش كلمه غلط ولا قلنا كلمه مش مفهومه ولا كلمه غلط ولا الكلام اللي احنا قلناه كلام مفهوم جدا وكلام معلش انا اصلي ما بعرفش سريلانكي ممكن تكلمني بالعربي؟ انت عارف ان انا هاكلك كشري بيتي؟ بيتي؟ بيتي وعمرك ما الله. هتبقى اكلت كشري عامل كده يعني هيبقى في ورد اهم حاجه ورد ده اللي هو البصل ايه ده احنا لسه قايلين حاجه شويه ده ايوه في ورد بس انت ما عملتش هنا في حلقه قبل وفي دقه وفي ايه؟ ما عملتش هنا قبل كده ما عملتش كده قبل كده عايز تبين للناس انت مميز قد ايه يعني ماشي يعني. عايز اقول لهم ان انا اول مره ده حقيقي اول مره احط ادخل اكل كده في الحلقه الاستاذ عمر متولي قال لي تعالى واكلك اكل ما حصلش قلت له قال لي المشمر والمحمر لا ما حصلش وفي الاخر يسيت على علبه كشري من ابو طارق الناس لاقي حد لاقي ياكل دلوقتي اجيب لك ايه اكلك ايه اكلك كشري ده كويس ان ما جاتش حظك في عكس احمد ربنا ان في ليه كشري. يعني ليه هو الايام دي تقشف فتره بس اهم حاجه انه ميت لا لا هيبقى ليه هيبقى ليه طعم تاني مختلف جامد قوي انا اصلا جعت احنا هنسخنه دلوقتي وناكل الفقره الجايه طب يلا بينا بص بقى يا استاذ انا فاصلهم لك كده عشان انت فاجئتني
انا اغلب اصحابي ما يعرفوش فكره ان الرز لوحده وبتاع، يعني انا باكله كده بيعملوه كده بس الناس كلها تعرفه ان الرز ابيض لوحده والعدس لوحده، يعني ما بيتعملوش سوا. لا هو عايز طريقه حنفيه. انت طيب بص بقى يا استاذ، دقه صلصه سلطه الجميله القاقه دي هي القاقه انا عايزك بقى تاخد من القاقه وتحط في الطبق بتاعك، وده الورد اللي انت طلبته اهو اللي هو البصل. انا اصلا برضو معلومه ان البصل ده اسمه ورد دي يعني جديده عليا. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ قلت لك معلومه جديده، ما اعرفش ان اسمه ورد دي خالص. انا اخش محل وش يقول لي انا عايز واحد ورد زياده، قلبه بقى كويس قوي. واحد ورد زياده يقيك واحد ورد زياده يقيك واحد ورد بالظبط. تسلم الايد اللي عملت وياك. انا وقعت الدنيا عشان خاطر اقلبه، وقعت كل حاجه. تعرف ان انا معظم مصروفي كيس كشري بيبيعه على كشري وانا صغير، ده حتى لما قلت لي نقل ايه واحنا بنعمل قلت لك ايه على طول كشري. قول لي حاجه ثانيه محرجه حصلت لك، حاجه قلت يا رب يا ريتني ما كنت يعني فاهم، يا ريتني اختفي من هنا دلوقتي، عارف الحاجات دي؟ مع الزعيم. ايه بقى هو ليه الناس بتتوتر مع الزعيم دايما؟ كل الحكايات اللي بتجيلي توتر، بس عارف اللي هو كلها فيها توتر واحراج. قول لي حصل ايه. ان هو انا بعمل معاه مشهد فهو قاعد بيقرا مشهد، يعني مش قاعد فوق بيقرا المشهد وانا واقف، فسألني سؤال بسيط. قال لي هو ده مين؟ طبعا انا بقى ايه، سالني السؤال ده وانا واقف وسط واحد فاللي هو انا ملوم الشاص بقى اللي بيسالني انا، فقلت اعيش اتنور وسط الناس. فعملت ايه؟ فقعدت مثلا حوالي 5 دقايق ولا 10 دقايق حكيت له قصه حياتي. هو بيقول لي تمام بس انا حكيت له قصه حياتي انا بالعكس تمام، هي ناقصه وليا اربع اخوات مش عارف وعايشين في القطه السيداويه ولينا مش عارف. مرة واحدة واحدة صفني ايه؟ قال لي انا سألتك سؤال واحد، انت منين؟ هتحكيلي قصة حياتك؟ قلت له انا اسف يا انت طبعا وحركت اخر طبعا انا بقى ايه بعد ما نفس ريشي وقدام الناس واقف نفسه وعم يحكيلي، قلت له انا طالع مرة 5 دقايق. ما انت اللي لانجرت، هو الراجل يقول لك انت منين؟ انا من كذا يا استاذ، انا من العباسية. بس خلاص جاي من العباسية بس ده انا مش فاهم. رحت حاكي بقى ده انا مش فاهم. لا لا خليني بقى اللي هو يلا بقى صفق. شيرين عبد الوهاب ولا انغام؟ شيرين عبد الوهاب بالنسبة لذوقي انا ما احترم الاثنين، بس كل الزيادة دي بتتقص. انت قلت شيرين عبد الوهاب. ولا ينفع ولا ينفع يعني ينفع ده انا بقول لك، ما هو انا جاي لك هنا عشان ابلطج عليك. سيبني امارس بقى كل عقدي النفسية. يا نهار اسمع. بص يا استاذ، انت عملت اول تيتنا واخر تيتنا وصل اخر تيتنا. الشمس ولا القمر؟ يعني ايه الشمس ولا اختار؟ اختار ولا الشمس ولا القمر؟ الشمس طبعا. الشمس طبعا. هتقول لي ليه؟ عشان فوائدها؟ عشان هي اللي معيشانا. هي لو مش موجوده الشمس مش هيبقى في قمر. حلوه قوي حلوه قوي. لان الاضاءه بتاعت الشمس بالنهار دي اللي بتنور القمر بالليل، ده لو انت فاهم يعني في الحاجات. لا انا مش فاهم. طب انا اقول لك يعني معلومه ما اعرفش افهمها ولا لا، بس انا قلت اقولها لك يعني. قول. وانت بقى وعقلك حسب عقلك ما هيتهجم. الشتا ولا الصيف؟ غالبا مش شتا طبعا. الشتا، انا شتوي برضه. ماشي. كذب ولا خيانه؟ لو مضطر تعمل حاجه من الاثنين في حد عزيز عليك. ولا دي ولا دي الحمد لله. اكيد انت شخص مثالي وما بتغلطش وجميل وملاك وما عندكش غلطه طبعا عشان الجمهور يبقى عارف، بس لا حاول تتكلم معايا بصراحه لا شويه. واحد اسمه شويه. طب مفيش حد هنا يقول طب غيري. اوعى. لا اوعى. والله يا عم بلاش الحته دي والنبي بنسيب. انهي حته؟ اما انت هتشوف اما هتعمل في ايه في الجاي؟ ايه؟ اما هتعمل ايه في اللي جاي؟ والله ما بهرج. اي ايه ما انت مش فاهم الناس دي بتضحك ليه؟ عشان مش عارفين لسه الاسئله اللي جايه. يا عم اسمي وخيانه يا ابن سينا والنبي بلاش الحته دي. ما انا ممكن اعمل مش فاهمك دلوقتي. ماشي محور. الصوت بيقطع مش سامعك. يعني سيبك ايه ده السؤال ده ما تحطوش. احلى حاجه في الست ايه؟ ايه يعني؟ انت هتعمل زي طارق الاجباري ولا ايه؟ يا عم احلى صفه في الست. احلى صفه في الست. اصحى معايا. لا قول هات الحق. الايه؟ الايه؟
لا لا احنا هنهزر. عايز ايه؟ عايز ايه؟ احلى حاجه في الست. اصحى يا طاهر، اصحى يا بابا. احلى حاجه في الست؟ اه سيحنا شفت بقى ان انت قليل ادب. طيب لسه ده السؤال اللي بعده، بس قول لي احلى صفه في صفات الست. يعني مثلا تحب جدا ايه؟ الحنيه، الذكاء، الجدعانه، الاصل، ايه تحب ايه؟ بص ما ينفعش اقول صفه واحده. لا انت بنقي اكتر واحده انت تحبها وتحترمها، اكتر صفه انت تقدرها. نقول محترمه دي اهم حاجه. اه الاخلاق يعني. محترمه يعني هتقمع الصفات كويس. محترمه؟ هتقمع الصفات كويس. هتقمع، فهمتك، هتجمع الصفات الكويسه. هتقمع دي يعني بناتنا يصبروا لحد ما ترجم عشان محدش يفهم كلام غلط. انت هتودينا في ده الحلقه دي تبقى بلس 18. ليه؟ لان حاجه بتقول الفاظ لازم اترجمها في ساعتها. هتقمع دي كلمه وحشه جدا. انت عارف دي في سوريا معناها ايه؟ انت عارف تقمع في سوريا يعني ايه؟ تقمع. تقمع يعني ايه؟ تقمع. تقمع اللي انت قلتها دي تشلح، فاهم؟ فيعني عيب يا عم الحاج مالي ولا مالي ومال سوريا واحنا في سوريا. انا ازياف كل حنين حلوه قوي دي. يعني حلقه سوريا يعني انت بتهاجم الشعب السوري كده؟ انت مش فارق لك السوريا يعني؟ لو هتوديها سوريا نشيل الكلمه انت لما تعمل مشكله بين البلدين. مشكله يا بيه. انا اسف يا سيدي ضايقتك.